السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أعزائي المتابعات. تكملة لكتاب مناهج المسلم، موضوع اليوم هو العارية. تعريف العارية هي الشيء يعطى لمن ينتفع به زمنا ثم يرده، كأن يستعير مسلم من آخر قلما يكتب به أو ثوبا يلبسه ثم يرده، هذا ما يسمى العارية. أما بالنسبة لحكمها فالعارية مشروعة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، صدق الله العظيم. وقوله تعالى: ويمنعون الماعون، صدق الله العظيم. هذه هي الآية السابعة من سورة الماعون. وبقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. وقال ذلك لصفوان بن أمية لما استعار منه أدرعا، وقال: أغصبا يا محمد؟ وهذا حديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. والقرقر هو المستوى على الأرض، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. وهذا حديث رواه مسلم برقم 28 في كتاب الزكاة، وأيضا رواه النسائي. حكمها الاستحباب لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، صدق الله العظيم. وقد تكون واجبة على من اضطر إليه مسلم في استعارة شيء من الأشياء وهو عنه في غنى، وأخوه المسلم في حاجة إليه. أحكامها: أحكام العراية هي: لا يعار إلا شيء مباح، فلا تعار جارية للوطئ، ولا مسلم لخدمة كافر، ولا طيب أو ثوب لمحرم، إذ التعاون على الإثم حرام، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. كانت هذه الآية الثانية من سورة المائدة. إن اشترط المعير الضمان لعرايته ضمنها المستعير إن أتلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا حديث رواه أبو داود في الأقضية ورقمه 12، ورواه أيضا الحاكم. وإن لم يشترط وتلفت بدون تعد ولا تفريط فلا يجب ضمان، ولكنه يستحب ضمانها لقوله صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه: وقد كسرت آنية طعام، طعام بطعام وإناء بإناء. والحديث رواه الترمذي ورقمه 1359. وإن تلفت بتعد أو تفريط ضمنت بمثلها أو قيمتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. على المستعير مؤونة العارية عند ردها، كأن كانت لا تحمل إلا بحامل أو بأجرة سيارة مثلا، قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره، إما إعارته فلا بأس إن كان يتحقق رضا المعير له، وإلا فلا. وإن أعار حائطا لوضع خشب مثلا فلا يجوز أن يرجع في عاريته حتى يسقط الجدار، وكذا من أعار أرضا للزراعة فلا يرجع حتى يحصد الزرع، لما في ذلك من الأضرار بالمسلم وهو حرام. من أعار عارية إلى أجل يستحب له أن لا يطلب ردها إلا بعد نهاية الأجل.
أما بالنسبة لكيفية كتابتها فأعار فلان مثلا فلانا ما ذكر أنه له وبيده وتحت تصرفه، وذلك جميع الدار الفلانية أو الغرس أو الثوب كذا، على أن يسكن أو يلبس أو يركب هذا المذكور إلى مدة كذا أو مسافة كذا، عارية صحيحة جائزة مضمونة مردودة مؤداة، وسلم فلان المعير إلى فلان المستعير الدابة المذكورة فتسلمها تسلما شرعيا وصارت بيده على الحكم المشروع أعلاه قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا وذلك بتاريخ كذا. هكذا هي العراية في كتاب مناهج المسلم كما شرحناها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.